السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد، إن شاء الله يكون علينا سعادة وعليكم. تمام، طبعا الحمام هسه احنا بعد الظهر، كنت ناوي أصور الصبح بس صح لي مشوار طلعت وهسه رجعت. احنا الآن الساعة يعني بعد الظهر تقريبا. تمام، طبعا طعميت الحمام وعلى اساس اصور لكم، بس طلعت يعني الحمام تركتها تاكل براحتها. تمام، الوضع الروتين اليومي زي ما قلنا لكم، تفقد فراخك منيح، شوف فيها شو عليها، تفقد الاكل، تفقد الماء. طبعا نسيت اجيب السرنجه من تحت عشان ايش ازود على فتحت، ازود مي للفراخ لان الفراخ ناقصها مي. تمام، تفقد سمكة الفرخ، تشوف رجلي إذا مطعوجات، فيهم إشي، فيهم إعاقة، تفقد فرخك تشوف وتعرف شو فيه وشو عليه، فيش إشي فيه الحمد لله أموره تمام، بترجعه. تمام، طبعا اليوم أو امبارح ما صورنا الشاميات لأني انعجقت في الصيد وأجاني ناس ما فضيتش. طبعا زي ما قلنا لكم، ثاني شي بنفقده البراز، طبعا طبيعي كل شيء طبيعي. بنيجي على الفريخ التحت هذا نشوف شو وضعه. طبعا انا اليوم راح اطول شويه هون، ليش؟ عشان الشباب يلي بيقولوا لي طول شوي عند الزق، يعني تمام بقول صور لنا منيح الجواز، فانا مضطر اطول شوي اليوم هان، يعني يمكن ناخذ هان 10 دقائق عند الجواز. فقد الفريخ، طبعا هي عجوة موجود هي ما شاء الله عنه، طبعا ماكل هيو. شوف هو بس لو يصير ياكل لحاله بريحني شوي، بس لسه مش صاير ياكل، يتعود على الدلع. تمام، هذول الجوز تمام امورهم تمام، هذول عندهم بيض زي ما قلنا لكم، هذول ما عندهم مش، هذول كلهم ما عندي. تمام، طبعا انا مطلع الحمام، استفدت من الجو قلت بكره راح يجي كمان الجو معتم، فطلعت الحمام. اليوم ما راح اطلع موعد كمان، لانه يا اخوان ما راح اقدر اطلع موعد لانه بيجيني ناس كمان، تنسوش هاي الشغله، في بيجيني ناس كثير. تمام، عشان هيك ما راح اقدر اطلع موعد هالفتره هاي. تمام، هذول البيض لازم نفحصه هسه، البيض هذا شوف شو وضعه، بس هو على الاغلب يعني على الاغلب مليان. طبعا تفحص على الضوء وتفحص على الشمس كله ببين معك، يعني هذه مبينة مليانة، رجعها زي هيك وناخذ الثانية على الشمسات هيك مبينة سودة مليانة. هسا شو وقت نفحص بيض مين؟ بيض البواز هدول، لأنه البواز هدول صاروا فترة لسه، لازم أصبر عليهم شوي، لازم أصبر عليهم شوي قبل ما أفحصهم، بس بدنا نجرب نشوف هل من أولها راح يبين ولا لا. بس هدول بدهن الضوء، ممكن يبين من أول مسكة ترى، يعني هذول معبيات على الأغلب، عبيانات مبينات من المسكة، يعني خلينا نفترض نحط البيضة هاي هان هيك. طبعا البيض بدك تتصرف معاه بحذر، دير بالك تعمل زي هيك، هاي عبيانة البيضة، سبحان الله مبينة عبيانة. البيضة الفاضية بتبين على السريع معك على الضوء إنها فاضية، البيضة عبيانة. طبعا إمتى بتبين معنا صح؟ بين معنا في الليل. تمام، البيضة يبدو انها عبيانة، هيها سودة. تمام، بين معكو فيها حمار، فيها الشروش خفيفة يدوب. تمام، على العموم مبين البيض عبيان، يعني لونه غامق اول ما تمسكه زي هيك، مبين لونه غامق. رجعوا عند الطيرة. طبعا يا اخوان كثر مسك البيض ما بيأثر لعلمكم، بس مسك البيض ما بيأثر، بس يعني مش محبب انك تمسك البيض. طبعا هدول البيضات بيضة واحدة بس، يبدو انه مليانة، هيها مبينة سودة مليانة، فرخ واحد منيح، بعتنوا فيه اكثر اصلا. تمام، هدول المفروض عندهم فرخ، نشوف الفرخ ابو ذيل يلي اغلب الشباب مبارح جاوبوا عليه صح، لساته ذيله عامل زي قلب الحب. طبعا هذه هي المميز كان في ديل الفرخ خاض يا اخوان. في ناس كثير قال لي انه كتفه صافي، هو فعلا كتفه صافي بس هو مش هاي الميزه. في ناس قال لي
انه عنده لفحة صدره زي الامازونيات. كمان هاي موجودة، لكن احنا كنا بندور على الميزة، الميزة يلي بتميز طير عن طير، يلي بتحلي طير عن طير. شوف كيف ديله جاي قلب حب. في ناس قال لي كمان جاي ديله كوخ. هسه هو وصل للفكرة لكن ما وصلش للي ايش انا بدي اياه. تعال جاي، تعال تعال خلني احبسك. ما وصلش للسؤال او للفكرة اللي انا بدي اياها. فهذا الفرخ يا اخوان الحلو فيه انه ذيله، اللهم صل على سيدنا محمد، ذيله جاي زي قلب الحب. تمام، زي قلب الحب. خلينا نشوف شو في بايض. هان هدول بيضات بتوقع، شفت عندهم بيض جديد. زيح لي بس شوي بعد بدناك نشوف الطيرة بيضها جديدة. يعني لو عملناه هيك على الشمس يعني يبدو انه عبيان. بدناش نصيبه مدامه عبيان. خلاص نشوف هدول بيضات ولا لا. هدول لا. تمام حبايبي، هيك يعني يوميات الحمام، بتفقد الحمام. طبعا انا يا اخوان لو عندي بلديات ازقهم او عندي تحضين كان لقيت عندي. يعني هسه حاليا بطلع باربعين فرخ خمسين فرخ قاعد بكرش فيهم. ليش وكيف؟ ليش وكيف؟ انا بقول لك. ايش هاي الاضاءة؟ اضاءة قوية انا شايفها على التلفون صارت. تمام، بقدر اقوي اضاءة يبدو اني. بقدر اقوي الاضاءة، جديدة اول مرة بشوفها. مش مشكلة، على العموم بقدر اطلع من كل جوز بدل ما اطلع منهم فرخين، بقدر اطلع منهم ستة. عرفتوا كيف؟ بقدر اطلع من اي جوز يعني، وبقدر يا اخوان اجوز فحل على طيرتين وعلى ثلاث. تمام؟ بس لازم يكون فيه اهم شيء، يعني اهم شيء اهم شيء اهم شيء لازم يكون في عندك جواز تحضين. اذا ما عندك جواز تحضين ما بنفع هاي الطريقة. في طريقة بتقدر تجوز فحل على ثلاث طواير، وتاخذ من الطوايل ثلاث ست بيضات والفحل زي ما هو. يعني هي صح بتتعب الفحل، بس انت اذا الفحل اخذت منه ست فراخ شو بدك احسن من هيك؟ اخذت من الفخر من الفرخ من الفحل 12 فرخ شو بدك احسن من هيك؟ تمام، وكلها بتطلع لاحقه بعض، فيش فرق بين واحد والثاني، يعني ممكن يطلع يوم يومين ثلاث. تمام، هيك احنا اعطيناكم سبع دقائق هان، وراح نعطيكم سبعه هان وسبعه عند الشاميات. دائما بنخليكم اياهم يعني بنوسط لكم اياهم. تمام، طبعا هنا في طواير كشفت عندي كثير، مش مشكله. الطيره اللي بتكشف يا بتنباع يا بتنزق، يعني عادي ما عندنا مشاكل. تمام، الطيره اللي بتكشف يا بتنباع يا بتنزق. الشخشله تبع امبارح انباع. تمام، والكشميري السلافر انباع. هذا الجلف كان ناوي يفسد ترى، ديروا بالكم. والحمام يعني نشرها حلو، بس تنشير كثرة التنشير يعني منيحة ومش منيحة، بتخلي الحمام تفندق أحيانا. بس أنا كلها فراخ يعني، بدي إياها تكشف الطواير والفحول على بعض بتبين معك. يعني في فحل فرخ خانة كنت مفكره فحل اللي هو طبشيري الأسود، طلع عندي طيرة، كشف معي طيرة مع إنه هوج وعجبني، قلت خلاص فحل. يعني تأكدت تقريبا 70%، لا والله حتى 100% لأني لبسته خلخيل، 100% تأكدت إنه فحل. بعديها بتفاجأ وإنه امبارح بنكبس قاعد، يعني فكرت فيها قلت معقول يكون قلت معقول يكون مفندق مقاود أو إشي، مش عارف. بس بالنهاية ببين، يعني راح يبين، مش راح يظلوا هيك. عندك هذا على الصماي وهذا على باقي الثلاث، فالحمام تعبان شوي. طلع هذا، حتى هذا ماخذ طيره، هاي زايفه ماخذ طيره. طبعا الناس كثير راح يقول لي ليش ما تعزل حمامك وتطلع الطواير؟ الطواير بتفيدني اذا حبيت انزع حمام، عرفت كيف؟ اذا حبيت انزع حمام بفيدوني الطواير. بعدين انا لقدام شوي ما راح يظلن عندي، يعني اذا بخليهم بخم لحالهم. بس انا جو الشتاء ما بحبه للحمام، يعني انا الشتاء بكرهه، لما يكون عندي حمام بكره الشتاء. يعني لانه اعتناء غير الصيف. الصيف الشغله الوحيده اللي بتضايقك بس في الحمام شرب المي الكثير، بتلحقش عليها مي. بينما الشتاء بتوفر المي بس بتلحقش عليها تنظيف،
ما بتلحق عليها تنظيف، طير مسهول، طير تعبان، طير براجع، طير زبالة تحته، مية نقطت عليه، تنظيف باستمرار الشتاء. زائد الكش بغلبك بالشتاء ليش؟ تنظيفه بالنسبة خصوصا ان انا عندي خششي زي هيك خشب، يعني مهما كنت مزبطها راح تسيل، فالتسييل هذا انا بغلبني ليش؟ بالتنظيف، بتغلب كثير فيه بالتنظيف، فبالحالة هاي انا بتعب، بتعب كثير. بينما الصيف ما بغلبني اشي غير شغلة واحدة، الصيف اني بس الحق على الجواز مي بس، تنظيف سهل، امره سهل، حتى ما بس في المشحاف فيك شوي صغيرة وانك تخلص منها تمام. والمفروض عنا نرفع نبني هانا، بس الخزان هذا مجنني، يعني المفروض ان احنا هانا نبني خم جديد، بس الخزان مجنني والله ما انا عارف، يعني حتى يعني حتى انا مش يعني تفكير وتفكير اللي ركبه يا اخي حمار حمار رسمي، يعني مش عارف شو بدي احكي عنه غير هيك. طب انا يعني احنا مجمع انا مجمع خزاناتنا كله هناك، خزانات البيت كلها هناك تمام. انت يعني شو اجى على بالك تحطه هان؟ يعني هل توفير مواسير، هل توفير على حالك راحه، هل انه انت بتعرفش تشتغل؟ ما بعرف ما بعرف، يعني خزان ينحط لحاله هان مش عارف ليش، بيت مسطح 300 متر جاي حط لي خزان لحاله هيك زي الدقمة، انا مش عارف بحطه جنب الخزانات الثانيه، يعني يعني انا مش فاهم. وبعد يعني البيت بنا جديد مش قديم، يعني 10 سنين تقريبا مش اشي. فانت يعني يعني انا معطوب بصراحه، الخزان هذا عامل لي عقده، حتى لما لو بدي اجي ابني للمستقبل، لو بدي اجي ابني في المستقبل اقسم بالله لا يجنني. ترى بدي احكي لكم قصه الخزق هذا هذا قصه الخزق هذا بدي احكي لكم اياها، وبدي احكي لكم قصه الكسر هذا هذا كسر انا سويته، جبت هذا المعجون حسابي عشان اسويه. هذا يا اخوان مره كان معي جلف كراكته، جلف كراكته قاعد بدعك عليه، بدعك 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 يا ولد. وكان خزان هان مكانه هان ايام هان، وكانت الجواز هذول الجواز كانوا قدام وعامل عليهم خشب من فوق، يعني كل شيء خشب خشب ما عدا الجواز حديد لجنون. شو اللي عملته؟ كان معي مواسير زي هاي، هي هاي هاي مواسير زباله ترى، يديروا بالكم هاي مواسير زباله، بس ايش الارفع النص انش ارفع من هاي تمام. مسكتها وقاعد ايش بشرشر الحمام، هل جلف انه يحط هالقواد؟ لا انا جلف ولا انا بحط، يا ولد شر فش، يا ولد طير فش، حطت ما بحطش، مش ضايل شي لأذان المغرب، مش ضايل اشي يعني دقيقتين ثلاثة بدي أدن المغرب، وشر شر وبنادوا علي، اطلع انزل انزل انزل، وانا انسى قاعد ماسك على ماسك على جلف قراقطة، اطحن يا ولد اطحن يا ولد، وبخبط. كان في خشبة محطوطة على القن هذا هيك، خشبة هيك مرتبة قوية صوتها حلو زي هيك بتيجي، نفس نظام هاي بالضبط بس لونها ابيض، والله خاف الله هاي، الله هاي بس اكلت هوا، هي هذا اللوح، هو هذا اللوح، اه والله، وحاطه هيك من الهوا من هان هيك، وانا قاعد طخ 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 اضرب، اخر ضربة اخر مزقت، كان خزان طبعا ابيان فل معلم، وفتحت واجي قاعد بشور طخ طخ طخ، اخر ضربة ضربتها. انا اسمع انا كل مخي وين؟ كل مخي في الطير وعيني على الطير تمام؟ الطير القواد تقول انخزق الخزان، عرف انه الخزان انخزق، حمل حاله وطلع. لما صحيت حالي انا من الدوخة اللي انا فيها والشر والطحن على الطير، بضرب عيني وانه في مي على الارض هيك مليان مليان مي. انت متخيل، انت متخيل لما يكون فل والخزق لهان شو كمية المي اللي راح تنزل؟ يعني انت بتحكي عن برميل قد هذا، يمكن برميلين، يمكن يا برميل يا برميلين، وما حسيت احالي وانه انا غرقان مي هان على الارض، وانا من الصدمة يعني او من اللخمة اللي انا فيها بحكي من وين هاي المي، من وين، ايش فيه يا جماعة، يعني صرت احكي هندي، ايش فيه، شو اللي بصير وراي، ولا العب بتفرج لك بضرب لك عيني زي هيك، ولا القى لك نافورة طالعة، حمامات معينة ما شلالات طالعة، شلال طالع من هنا مي، يا حبيبي هذا خزان دار اخوي، مصيبة يعني مش خزاني يا ولد شو بدك تسوي يا ولد مع العالم هسه، شو بدك تعمل؟ الله نافورة
واروح لك عليه واسكر في ايدي وادني المغرب. هسه عدني المغرب مصيبه مصيبه. هسه بدك تعمل بدك تنزل تنكد عليهم وانت خلقه منكد، ضيعت الطير وخزقت الخزان وما استفدتش. يعني لو انك مسكت هالطير مش مشكله، بس انت طلعت الطير ومسكتوش، يعني مسكته ورحت خزقت الخزان. الله يا اخوان كان يوم عالمي، واجيب لك عصايه قشاطه واحشر بكياس واسكره وانزل يا ولد كانك مش عامل شيء. طبعا بعد يومين لما طلعوا على الخزان والمية بتنقص بسرعة صارت ايش فيه، ويسألوني شو بعرفني شو بعرفني انا. رحت ما كان اخوي مداوم، مسكت مرت اخوي قلت لها اسمعيني اللي صار هذا اللي صار، انت حرة شو ما بدك اعملي بعد هيك، صار هيك 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 والخزان انكسر. هسا يا اخوان في ناس راح هيك، ابو يوسف كيف انكسر معك الخزان؟ يا اخوان المواسير هاي كاينه تتكسر وانا مش عارف من كثر ما بشر تخبط طاع. ماسوره كان طولها بجوز متر متر ونص او متر ونص الا شوي، وقاعد تخبط على الخشبه طاع، يعني هيك الخشبه نفترض وانت هيك الجن وعليه الخشبه هاي، وانا قاعد بضرب هيك طاخ 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 وهو قاعد بكسر وانا مش عارف. ترى من قوه الكسره قسما بالله يا اخوان، من قوه ارتداد الضربه طارت شطايه من الماسوره نفسها خزقت الخزان. اقسم بالله انا ما صدقت، والله العظيم انا ما صدقت. وقلت لها هذا اللي صار، اللي بدك اياه انا جاهز له. قول يا يعني كان ربنا كان شكلها ربنا هاديها، كانت تقرا قران برمضان وهاديه، قالت مش مشكله انا عندي الموضوع، وانحلت قصتها الخزان امها الخزان هذا. فش بعديها كان يوم وقفه يا اخوان، الدنيا نهار يعني بين الوقفه، يعني يا اما يوم الوقفه يعني اليوم يكون، يا اما خلص بكره العيد على طول، فش بعد بكره العيد يعني، يا اما راح يكون اليوم الوقفه يعني الليل بتحروا الهلال وبيحكوا بكره العيد، يا اما بعد بكره العيد رسمي خلص فش مجال ثبت بكون. والله يا اخوان طالع لك على الساعه 6 ومتجعب بالي انام وقاعد بتفرج على هالعالم، وكنت قاعد بكرش وقتها خمس شخاشله سود وبجوز ست اربشات. طبعا كنت احضن، انا كان في عندي احضن تحت النوريات شخاشله، تحت الطباشره اربشات، كنت اكثر زي هيك. قاعد بكرش ابو تقريبا 15 فرخ على السطح حاط طبعا لسه، وكانت الخزان هان والامور تمام لسه. يا ولد شو بتعمل؟ طير كيش طير، خذ برمه. كان فيهم كمان نوريين سود، اه والله النوريين السود هم اللي عجبوا على الدنيا، الله يفضح عليهم، هم اللي خلوني اكسر الخزان. انا بقول لك كيف. المهم طير طير اخلط مشن الحمام، مش مشن يعني طارين مسخين مع بعض، طيرين هان طيرين هان، النوريين راحن هناك. رفرفين طبعا، اذا الفرخ اخذ مفسد اول مره ثاني مره خلاص استلم. رفرفين رفرف رفرف رفرف، وانا قاعد ايش بضرب في العصاي طخ على الخزان من فوق. طبعا النهاية ايش نسيت انساك منها على الخزان، ها كان عارفين انتو كان ها مكانه، واضرب بالمعصاي تش تش تش. يا اخوان عصاي صغيرة اقسم بالله يا اخوان، بس هو الان اتضح لي انه الخزان هذا زبالة، صناعته زبالة. اللي اتضح لي انه الخزان هذا صناعته زبالة. قاعد بضرب بضرب بضرب، يعني عادي يعني انت بتكرش بالفراخ زي هيك مثلا، خل افرجيك بلكي انكسر ثاني مره، بلكي اليوم انطردنا من الدار، خل افرجيك بس هيك يعني نجرب تجربه. خلينا نمسك هاي مثلا العصاي زي هيك، يعني الطبيعي انه يعني بتعطيها يعني هيك تنبيهه تنبيهه صغيره للحمام مثلا زي هيك زي هيك، شايف كم الحمام زي هيك، بس زي هيك يا اخوان انا بعمل، وما احس الا كل شيء بعمل لك تك 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 تك. وصارت لك المصيبه الثانيه، وانا كاين اضرب حامي وانا مش عارف، الله اعلم انا كاين اضرب حامي ما بعرف. يا اخوان وين شرخ الخزان؟ طب طب وشرخ، انت هيك شرخ شرخ. ويا حبيبي على هالورطة، خلصنا من الورطة الأولى بتروح الروح، يعني هذه كانت أصعب، هذيك أهون بلا اللي فوق أهون بلا، بس هذه كانت أصعب. والله يا معلم أروح لك أجيب لك تبع اللزق هذا والله يطلق إياها. آه يا أحمد ألو دقيقة بس أي جاية. آه
وخبط على هالخزان يا معود. لا انا خزان ولا انا بشتغل. طيب فوصلنا لموضوع انه الخزان انكسر واكلنا هواء وتبهدلنا وقتها. الظاهر انه مش كاينين قرئ قرآن في اليوم هذا. خلاص هيني جاي روحي. الظاهر انه ما كناش قارئين قرآن يعني. وكان اخر يوم برمضان تقريبا والناس عايفة حالها. والمهم اكلنا الفيل نصيب من الحجة ويلا الحمد لله على كل شيء. هيك حبايبي طولت عليكم في القصة بس ايش ان شاء الله بنكمل لكم باقي المقطع عند الحمام الشامية وعلى المغارب مع ايش مع الحمام الثانية. نرجع لكم شباب. رجعت لكم على تليين الحمام. هسا راح نبلش فيها. تمام يلا روح. طلع السيك طلع لي اياه خليه ينقلب. لو تليين مغارب هذا ما بزبط غير هيك. ها خلي لي اياها شوي شاده هيك مضغوط عليها. اضغط عليها اضغط عليها خليها تطير تنزل بعد صلاة المغرب بنحاول. لانه كل ما تضغط عليها كل ما بتلينها. ما راح تحط لا عمالك طالع ورشة. اي حدا بده كهرباء يعني كهربائيات صيانة عامة جاهزين. طبعا يا اخوان هذه بس مرتين ثلاثة اسبوع اقل من اسبوع زمن تطلع الحمام زي هيك على المغارب. بعديها بتبلش تشتغل بتبلش تحمى معك بتصير تطيرها ولا تلوح ولا تسخن لها. شوف كيف هذا الاحمر كيف شوف البرمة كيف بتعك. لوحلها باللويحة. كيف بتشد حيلها. راح اطلع ارفع المقلب وارجع لكم. هاي معلق تحت مفتاح السيارة. شوف ما شاء الله ابو احمد قديش مطلع. ابو احمد وينك وين برمتك يا ابو احمد. ما شاء الله مطلع له كمشة محترمات ما شاء الله. الله يبارك له يا رب. لا والله خالط مع جماعة هيك. كفو عليك والله محمد. وين التوضيح؟ ليش توضيح الصورة راح؟ ايوه تمام. الحمام طاير يا اخوان. طبعا هذا تدريب من هال يوم الجمعة. يوم الجمعة زي ما قلت لكم راح تلقوها 100%. رايح راح ترد تطير. هسه راح ترد تطير. اصبر شوي بس اصبر عليه شوي اصبر خليه ياخذ نفسه ورد طيره. شوف كيف الدنيا مشكلة. هوا كمان مش مساعدة الحمامات بس لازم ندعكها شوي. طلع لها السيكة روح. ايوه اضربه هيك اضربه قول له روح فش هان روح. ايوه لاحق يلا اخوان اللي اتضح لي انه السيكة بتهبل فش ايش بجناحه. هاي دو اللي اتضح لي انه السيكة بتهبل فش ايش بجناحه بس بده شد شوي. شوف كيف قالب. شوف كيف شد حيله بس بدوش يطير. طبعا يا اخوان هالتدريب تدريب للي راح يصير معها ان شاء الله لقدام بصير اطيرها واقعد خلاص ما في مجال تطير وبقعد. شوف كيف برمتها كل ما تضيق كل ما شد جناح الطير وصار اسرع. هسه خبطه خلي السيك يحط. تعبان مهلوك الطير قليل جرد الطير يبدو انه جناحه يا اخوان ما في شيء. شوف الحمام كيف بتقالب. هسا ايش راح اعمل؟ راح اريحها. تمام خلاص شيل اللويحه نعطيها راحه. تعي
خليها على راحتها، بعرف انا بدي اياها براحتها اصلا. خليها تاخذ راحة تحط راحتها، نرجع نعطيها راس ثاني. لا ما عجبتنيش المحطة. محطك ما عجبني. محطك ما عجبني، كثير ما عجبني. ايوه كملي، يرضى عليك. ايوه هيك حطي. هيك حطي. تمام نعطيها راحة. شوف كيف كلها تعبانة، على دليل انها في منها قليل جر. طبعا القوايا ما عليها حكي، معروفة القوايا. يا شايف الزاجل هذا، هيو الزاجل والرنس، وهذا امورهم تمام. بندوق الابيض والمراسلي واللي وراه واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه تمام. بس تعال في بعض حمام يعني زي النوري خلاص فيس، زي الارباش عيص انسى. رغم انه هذا قوي القواد الطبشيري القراكطة، تمام طبشيري هذا، تمام رغم انه هذا قوي الطبشيري، هيو هذا رغم انه قوي بس بتهبل، تمام تعبان. راح نعطيها راحه شويه وبنرجع لكم نكمل عليها. هاي هذا كاين نازل ابصر وين. رجعنا لها مره ثانيه بعد راحه. طلع لي السيكه، طلع لي السيكه. طلع السيكه معها. خلاص حلو، خلي لي اياها هسه هيك. لوح بس، لوح لوح، خليها تروح كلها. ايش كم برمه؟ لانه احنا باللين قاعدين زي ما بيحكوها. هاي قلبت فوق ضارب سميح، لفت. احنا قاعدين باللين. ايوه لوح لوح لوح، خلي لوحتك قويه عشان الطير يعرف. هاي هاي طبعا يا اخوان هذا تدريب، لانه بدا دعك، بدا دعك مغارب الحمام، الحمام بدا دعك مغارب. بس 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 بس. شوف كيف قلبت، بس رفعت لها ايدي قلبت. طبعا انا ما زدتش التروبلايات، بس الحمام تفهم علي احيانا، بس ارفع لها ايدي بتقلب. شوف كيف؟ بس. لازم نعطيها دعك عشان الحمام تعطينا الصح. احنا دلعناها كثير ترى، ديروا بالكم يعني، فهسه فيش دلع. بس 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 بس. كيف تقلب؟ بس ارفع ايدي. شفت كيف هاشم؟ بس اعمل هيك. بس 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 طبعا غلط تضغط طيرك، بس ايش انت عارف حمامك كيف كارشها، ما بتفسد، ما راح تفسد يعني. خلاص هاشم خلي 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 السيكي، لانه السيكي اصلا فرط. كمل كمل بامر رميتك. ايوه دبي على راحتك. خلاص يعطيك العافيه. شوف كيف، شوف البندوق الازرق ولا ولا اي شيء. تعال على الطباشير الاحمر هات فاتح تمه شبر، البندوق الازرق ولا كانه في شيء. طيب حبايبي هيك احنا بنكون وصلنا لنهايه المقطع. كل يوم راح يكون في تدريب بسيط للحمام عشان ترجع على البرمه زي الحلاوه، بالذات على المغارب تعطيك سرعه جناح وبرمه قويه ان شاء الله. راح نرجع لكم فيها من جديد، لانه انا زي ما انتم عارفين استهنت فيها كثير الحمام. هيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم.